كل سنة وانت طيبة حبيبتي، كل ثانية، كل ساعة، كل دقيقة، وكل يوم، كل أسبوع، كل شهر وانت طيبة. دايما في حب، دايما في أمان، دايما في اطمئنان، دايما بتتغلبي على الصعاب اللي بتقابليها في حياتك. مش شرط خالص انه يكون الحب ده موجود، بيكون موجود ما بين راجل وست، بيكون موجود ما بين راجل وست وصاحبة وصاحبتها وام وبنتها، بين الجيران والزمايل والاصدقاء والصحاب. الحب ده موجود في كل حتة، فكل شخص من حقه انه يحتفل النهاردة بعيد الحب. اما لو حضرتك ما كنتيش مرتبطة زيي ومفيش راجل ومفيش حد جابلك اي حاجه، فانا طالعه اقول لك زي السنه اللي فاتت بالظبط، عيد استقلال سعيد يا حبيبه قلبي، عيد استقلال سعيد، وعيد الحب ده يعني بالنسبه لي زي عيد العمال بالظبط، مفيش فرق. بس ماشي، لو محدش هداكي تهدي نفسك، لو محدش جابلك ورد وانت معديه قدام اي راجل كده بتاع ورد هاتيك ورديه. في ناس تقول الحب الفطره، وفي ناس بتقول ان الحب ده احنا بنتعلمه، وانا بقول ان الحب بالفطره وبيكبر لما بنتعلمه. والحب ده هيبدا من عندك، وهفضل طول الوقت اقول لك تحبي نفسك. ومش بقول كلام اغاني ولا كلام روايات، وانت قاعده دلوقتي على السرير ممدده ولا قاعده على الكرسي بتقولي انا بقول ايه، يعني ايه يعني يا رضوى احب نفسي؟ ايوه احنا ما بنحبش نفسنا، احنا طول الوقت بنفضل الاخر علينا. انا مش عايزاكي بخيلة، بالعكس انا عايزاكي شخص معطاء وحنين وطيب ومسامح ودمعته قريبة ودم خفيف وجميلة ولذيذة. لكن في نفس الوقت عمرنا ما هنعرف نكمل ده ندي غير لما انت يا حبيبتي، انت ما بينك وبين نفسك تحبي نفسك. يعني فكرة اطلع اللوم من بقي عشان اديها لشخص، دي الا عيالي طبعا وامي وابويا. لا انا اطلع لهم بقي عشان امي وابويا، لكن انا عايزاكي اكيد انتي فاهماني. النهارده اليوم الناس بتحتفل بيه بالحب، فحبيكي وحبيهم وحبي كل الناس، حبي حبي وعيشي واستمتعي. الحب حلو، اي حب، اي حب حلو. وان احنا في عيد الحب كان لازم نجيب لكم هديه، هديه كده تليق بمقامكم. الحقيقه انه الهديه دي بالنسبه لي انا شخصيا هديه ليا، هديه لما اتعرفت عليها، هديه لما قابلتها، هديه لما قعدت اتكلم معاها. كلنا بنقابل المشاهير والفنانين في كل حته، ومبقاش عندنا الفرصة ان احنا نعرفهم بجد. لما التقيت بيها وعشرتها على الحقيقة قبل ما تكون هي فنانة ليها باع يعني وتاريخ طويل قوي في الفن، لقيتها انسانة طيبة جدا، انسانة حبوبة جدا، انسانة محبة للحياة جدا، انسانه محبه لنفسها والاخرين جدا، انسانه محبه للستات، ونحط تحتيها 30 خط ها جدا. النهارده بالمناسبه يوم عيد ميلادها، الست دي او الفنانه دي قررت ان هي هتحول الفن لخدمه، لحالة إنسانية أنا عمري في حياتي ما شفتها. اللي هيحصل بعد الفاصل أعتقد إنه حدث مفيش أي فنانة أو أي فنان فكروا فيه. إحنا بنشتغل مع بعض على الموضوع ده، مع
مع اطراف اخرين رافضين تماما ان احنا نذكر اسمهم، لان هم بيقولوا انه مش عشان احنا نعمل حاجه زي كده ده معناه ان احنا نطلع نتمنظر على الناس، فبالتالي لو سمحتوا ما حدش يقول اسامينا معاها طبعا. لكن هي صاحبه الفكره، هتبقى صاحبه التمويل، وهتبقى صاحبه حاجات كتير قوي هتسمعوها وتشوفوها دلوقتي حالا. اغنيه تحولت الى او هتتحول الى حمله، هدف. ست فنانه قررت تثبت بفنها قد ايه هي محبه للاخرين، خاصه الستات. هيبقى عندها قضيه تدافع عنها، والاغنيه هتتحول فجاه لطاقه قدر بعد 5 دقايق من دلوقتي لعدد 100 ست دلوقتي حالا. هقول لهم ينزلوا التليفونات لكل ست ارمله ومطلقه، لكل سيده ارمله ومطلقه ما عندهاش مصدر رزق، ما عندهاش فلوس وتعبانه في الدنيا. لطيفه قررت، الفنانه العظيمه لطيفه قررت ان هي هتكون ليكي طوق نجاه، هتكون السبب من اسباب ربنا سبحانه وتعالى اللي يساعدك على الارض. حطوا تليفونات يا شباب لو سمحتوا، 100 ست حالا ان شاء الله هيتغير حياتها بالكامل. بس طبعا ازاي هنعرفه؟ مع الفنانه لطيفه. المهم انا دلوقتي فتحت التليفونات لكل ست وكل سيده، لكل سيده ارمله ومطلقه. نرجع لابتسامه الحلوه، ونرجع لحلقه عيد الحب اللي فيها هنثبت ان احنا قد ايه بنحبكم، اللي فيها هنهدي 100 ست 100 هديه باذن الله. قبل ما هيطلع الفاصل طبعا انتوا عارفيني انا ساعات كده بتعطل مني كده، يعني ب ب ب يعني تفاهه جدا، بس انا مش عارفه اعمل ايه، اكمل الحلقه بالحلقه الطويل ده ولا اكمل الحلقه بده. حطيت اوريدي البوست اهو اهو، كلهم بيقولوا الطويل. طيب انا حطيت اوريدي بوست على الفيسبوك علشان انا مش عارفه اذا كان ده ولا ده، فانا بحتاج دايما يعني رايكم ومشاركوا، لان انا احب ابقى حلوه في عينيكم. وحشتوني جدا من امبارح. لكل واحدة سنجلة زي عيد استقلال سعيد، حبي نفسك يا حبيبتي ودلعيها، ومفيش أي حاجة في الدنيا تزعلك، تهدي نفسك وتجيبي نفسك ورد وهدايا وبلالين وبومبو وتعملي كل اللي أنت عايزاه زي ما أنا عملت. أما اللي في علاقة أو مخطوبة أو متجوزة كل سنة وأنت طيبة، ربنا يديمها عليكي نعمة، علاقة تدوم مدى الحياة ويحفظك بالستر والرضا. أن 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 مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات، بعد الفاصل أول مرة فنانة يتحول أو تتحول أغنيتها إلى مشروع كبير جدا لمساعدة السيدات. استنونا. بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام، وكمان تليفونك ليه واخده معك في الحمام. لو فاكر اني غبية المستخبى وبان، اهدى شوية على نفسك لا تشوف مني جنان. بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام، وكمان تليفونك ليه واخده معك في الحمام. لو فاكر اني غبية المستخبى وبان، اهدى شوية على نفسك لا تشوف مني جنان. هطلعلك في الأحلام. ما تفكرش تبص لوحدة تاني،
الناس. بتكسر شي في بيوت وبيتك من إزاز. بطل تعمل حواراتك بطل استفزاز. عامل سنجل وانت بناتك على وش جواز. مش صح انك دايما تلعب ببنات الناس. ما تكسر شي في بيوت وبيتك من إزاز. حوريك ايام سودة بتخني وانا موجودة. حركاتك مش مظبوطة. ورجعنا لكم بالإنسانة، وأنا عايزة أقول إنسانة وحط تحتها 30 خط. فنانة عظيمة قديرة، محترمة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. شرفتنا ونورتنا. لطيفة، نورتيني يا حبيبة قلبي. يا حبيبتي يا رضوى، يعني أنت كل المقدمة اللي أنت عاملاها والتقديمة الحلوة دي مش أنا بس اللي أستاهلها، أنت كمان تستاهليها. أن يكون في إعلامية إنسانة تفكر في الناس وتحل مشاكلهم وتساعدهم، فمرسي على كلامك الحلو. مرسي ليكي انتي، مرسي ان انتي منورانا النهارده. واقول لك الاول كل سنه وانت طيبه، هابي فالنتاينز. كل سنه وانت طيبه، النهارده عيد ميلادك. والف مبروك على الالبوم، اهو 3 في 1. ثانك يو. خلينا الاول نبتدي بالالبوم قبل ما نتكلم عن لطيفه الانسانه واللي هتقدمه النهارده للسيدات. اول اغنيه حواليك ايام سودة بتخني وانا موجوده. حركاتك مش مظبوطه. هتعمل نفسك نايم هطلع لك في الاحلام. طيب احنا الاغنيه دي الناس انتقدتك عليها جدا جدا. وقعدت تقول ابتدت تفتح عينين الستات على الرجاله وهي بتعمل كده ليه، وجرى ايه، وايه لطيفه. هقول لك حاجه، هو الناس لما تقولي لهم موضوع من الواقع، من الحقيقة اللي احنا عايشينها كل يوم في حياتنا العادية، الناس بتخاف، او الناس ايه نفسها، او بعض الناس مش كلهم الحقيقة، يعني مش كلهم انتقدوا بشكل سلبي. في منهم عجبتهم، وفي منهم ضحك، وفي منهم قال ايه الجرأة دي وايه الشجاعة دي. فانا قلت لهم لو انا ما غنيش المواضيع دي ما كنش لطيفة. يعني انا من اول حبك هادي الاستاذ عبد الوهاب محمد نفسه، انا لما خدت النص بتاع حبك هادي يا رضوى من بيت الاستاذ كمال الطويل، فاجئت بيه الاستاذ عبد الوهاب محمد. لما زياد الطويل قال لي، قلت له الكلام ده كلام مين، سمعني اللحن. قال لي انا ما اعرفش، انا لقيته عند ابويا، ده كان المفروض يغنيه الاستاذ عبد الحليم حافظ، والورقه صفرة وقديمه وكده، الله يرحمهم كلهم طبعا. قلت له اراهنك ده كلمات عبد الوهاب محمد، لاني انا جايه من تونس وانا عايزه اغني بفكر هذا الرجل اللي قال حب ايه اللي انت جاي تقول عليه وغيره من النصوص يعني. فانا كانت اختياراتي من يومي بحب ان انا اغني المواضيع الحقيقيه، المواضيع اللي بنعيشها، المواضيع اللي المفروض مزيف. ما نعملش ماسك وعشان نغنيها للناس. لا بالعكس، لازم نقول وكرهتك، غرامك مزيف، ضميرك على وبنص الجو مع زياد الرحباني وغيرها، انا ما تنسيش، ويا ابيض يا اسود. فانا دي مواضيعي، هي دي المواضيع اللي انا بحبها. طيب ممكن اعرف الفكره بتاعت الحمام الاحلام؟ الحمام والاحلام دي جت ازاي؟ واخد تليفونه في الحمام بس. معلش عشان انا استوقفني بس، واخد تليفونه في الحمام. حاجه، مش هيروح للمطبخ مثلا، في ناس في المطبخ، مش هيروح البلكونه، الدنيا بارد برضو يعني. الفكره دي جت من اسلام صبري. اسلام صبري شاعر وملحن وموزع موسيقار كبير ومتميز يعني. سمعها لي بالصدفه وهو مستبعد اني انا ممكن اقول له الله، انا عاجبني الموضوع ده. انا سمعتها من هنا وقلت له احنا بكره، انا بكره لازم اشوفك. كشفتيهم ها؟ يعني بصي عملنا كده ايه سيرفي كده، تشوف بس البنيامين بيقولوا ايه. فقال لك ايه؟ لطيفه نبهت كل ست اول ما جوزها يغيب في الحمام بس يعرق ومعاه الموبايل، يبقى هو بيعمل كارثه، بيعمل مصيبه. انت مبسوطه كده لطيفه حبيبتي؟ والله ابدا. خليه ينكشف، خليه اللي يعمل كده يستاهل ينكشف يعني. عارفه اي راجل دخل قال لك انا بعمل كده وانت كشفتيه؟ والله العظيم واحد اعلامي يعني لسه شايفاه في دبي من يومين صبحي، قال لي عايزه اقول لك حاجه، طب والله العظيم كلنا بنعمل كده. قلت له طب ما انا عشان كده غنيتها.
يا نهار والله العظيم. واحده تانية صاحبتي هي اعلاميه وهو اعلامي جوزها، قالت لي بقينا بالتونسي احنا بنقول نعسوا على بعضنا يعني، بنراقب بعض يعني، او لو خد الموبايل ودخل الحمام او انا خدت يبص عليا وانا ابص عليه، عارفه؟ فهو موضوع يعني بتاع حياتنا اليوميه يعني. الالبوم نزل منه كام اغنيه؟ لغايه دلوقتي 5 تراكات 5 اغاني. وفاضل كام اغنيه؟ احنا 14 اغنيه لطيفه دي عامله حته اغنيه انا كنت قاعده معاها يعني في سياق ضيق كده، ومعنا ناس افاضل جدا يعني وشيء كده، وهي شغلت الاغنيه وانا ابتديت فكل الناس طبعا قالوا ايه ده انت بلدي، قلت لهم انتوا لو سمعتوا انتوا لو سمعتوا الاغنيه نازله بكره ان شاء الله، نازله بكره. طب ما اديتهالناش ليه نعرضها النهارده؟ طب حاجه يا جماعه، حته اغنيه انا بحبها قوي. طب قولي جمله بموت فيها، قولي جمله. دمرت اللي ما يتدمر، كسرت اللي ما يتكسر، اديله لطيفه، افورت اللي ما يتافور، وايه وتتشارت وتتدلع وتتأمر. لا ما ينفعش. تاني جملة. دمرت اللي ما يتدمر، افورت اللي ما يعني كسرت اللي ما يتكسر، يعني فاضل لها ثانية وتديه بالبوكس بس هي وبتتشرت تتأمر كمان. لا كانت الأغنية دي كانت لازم تنزل معانا النهارده. لطيفة يا لطيفة، حرام عليك، قمت بوقاري قعدت يلا مش مهم. طيب هناخد أغنية تانية قلب، وبعدين نرجع بقى نتكلم كده في الهادي كده. اتفضل. قلب والطبع غلب، قلب وفي ثانية تحلب، قلب والطبع غلب، قلب وفي ثانية تحلب. يظهر متسلط على نفسه بيعمل كل شيء وعكسه، وفي عز ما انا حنان بحس بيجيني شعور إننا أغرب. امبارح كان بيدلعني وكلامه لسه ما طلعني، تاني يوم واحد تاني فزعني واسأله مالك، ملاقيش أسباب. قلاب والطبع غلاب، قلاب وفي ثانية تحلاب. ده فالنتاينز المفروض عيد حب، ها؟ هو عشان فالنتاينز لازم قلاب والطبع غلاب. اه انت بتشوفي ان الرجاله قلابه؟ وفي ثانيه ده حلاب. بتشوفي انه في بعض من الرجال في كتير طبعا. طب يعني جدا وبتشاف في الحمام وكل حاجه. صريحه قوي. هل لطيفه في حياتها الشخصيه شافت نوع او نموذج ينطبق عليه قلاب او الطبع غلاب؟ شفت اللي في الاحلام اللي بيشاتي في الحمام. والله العظيم عادي جدا وبكل ثقه. طب ده واقع، طب نكذب ليه؟ احنا يعني بشر، بني ادمين عاديين يعني. القلاب ما بديهوش فرصه. انت بتقولي ايه؟ بلوك. بلوك على طول. هيقلب لسه، هي الحياه حمل، ان انا استنى بقى يبقى
يبقى متسلط على نفسه وبيعمل كل شيء وده يجنني، ما اقدرش. جه على بالي دلوقتي سؤال لو مش عايزه تجاوبي عليه ما تجاوبيش. اكيد قولي. ايه الاغنيه اللي لطيفه غنتها تمثل حالتها على طول كده؟ اقول لك اقوى واحده. اه والله شوفي اقوى واحده، وانا حسيت ده يعني. بصي انا بعيش احاسيس تانية كتير، منهم انا عشت عمري، منهم في الاحلام، منهم بس عارفه لما تاخدي خلاصه الحياه وخلاصه تجاربك وخلاصه النضج اللي بيحصل لك لما بتكبري شويه ولما تشوفي ناس اكتر، لما تمري بتجارب اكتر، على طول هقول لك اقوى واحده، لانها اقوى واحده واضعف واحده جت على الارض. يعني عارفه اللي بيقول لك بتاخد من الضعف قوه؟ انا كده، وانا عايزه كل الستات تبقى كده. ما انت هتخليهم حالا كده. لازم لازم لازم. طيب نتكلم بقى في الجد، هنطلع نسمع. انا مش بقول عليها ان هي اغنيه، انا هقول عليها ان هي حمله، اسمحي لي، حمله اقوى واحده واول فنانه عربيه هتحول اغنيه او عمل فني لحمله هتساعد بيها الستات حالا. خلاص هم فتحوا التليفونات على ارض الواقع، بعد ما نرجع ونسمع الاغنيه اقوى واحده. انا اقوى واحده واضعف واحده جت على الارض، بكون وحيده في وسط الناس مبسوطه من غير حد. انا اشجع واحده جبانه في الفرح ببان، زعلانه بفرح وازعل، ابكي واضحك كله في نفس الوقت. انا اقوى واحده واضعف واحده جت على الارض، بكون وحيده في وسط الناس مبسوطه من غير حد. انا اشجع واحده جبانه في الفرح ببان، زعلانه بفرح وازعل، ابكي واضحك كله في نفس الوقت. وبسند نفسي على نفسي وبين اني متفائلة في كل مواقف الدنيا، بكون الراسية والعقلة، ولو يوم اضعف وابكي دموعي في عيني بحبس. أنا أقسى واحدة وأطيب واحدة جت على الأرض، ببان قوية قصاد الناس من جوه أنا بتهد. أنا أحسن واحدة بتبكي من حالها لحالها بتشكي، واسكت واقفل عيني شوية ومن الوجع بتخض. وبسند نفسي على نفسي وبين إني متفائلة في كل مواقف الدنيا، بكون الراسية والعقلة، ولو يوم أضعف وأبكي دموعي في عيني بحبسها.
مشاعري بلغيها ولو تتعبني بناقصها. عيطنا احنا في الفاصل الله يسامحك، ده فالنتاينز ده المفروض ايد الحب يعني. الحمد لله. أنا واحدة وأضعف واحدة. أضعف واحدة كمان. بصي الغنوة دي مليانة مشاعر حقيقية جدا جدا جدا. لطيفة ما تغنيها؟ لا مش هقدر، مستحيل ولا يمكن بالحالة اللي أنا فيها دي. مش هتعيطي تاني؟ لا والنبي لا. يعني أنا مش عايزة الإحساس ده يوصل للي يسمعها، لا بالعكس عايزة الناس تاخد منها قوة، تاخد منها دفعة على الحياة. هي مدمرة، الغنوة بتدمر من جوة، ولكن واحدة زي ما بقول في الغنوة يعني بصالح نفسي في مراية. إيه المشكلة؟ طب ما أنا أعتقد أنه كل واحدة لازم يبقى عندها الإيمان الكافي بالله سبحانه بجد رضوى. يعني أنا الغنوة دي ما بعرفش أتكلم عنها، بس متعبة وفيها أمل وفيها قوة وفيها إيمان كبير، لأنه اللي بتتعب في الحياة دي تتظلم وتتعب وتتدمر من جواها وتعيش لازم تطلع قوية ولازم تطلع بقوة. يا إما إيه حياتها في الحياة؟ يعني إيه لازمتها في الحياة؟ لو ما عملتش كده يبقى إيمانها ضعيف في رأيي. لازم يبقى إيمانها قوي بالله سبحانه، لأنه ربنا بيمتحننا وبيدينا حاجات. عارفة لو ما انتقمتيش وما تشفتيش وكده ربنا هيجازيكي خير صح. كبير صح، يعني مفيش انعم منه سبحانه وتعالى. يعني ما كناش متفقين خالص على كده. خالص ما كناش متفقين على كده خالص. الله يسامحك. قهوة واحدة. جينا الوقت الجد، جينا الوقت اللطيفة الإنسانة اللي قررت ان هي هتخلي 100 ست مبدئيا كده. ده هي يعني انا وهي بتكلم معايا قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا حالا دلوقتي لطيفه هتخلي 100 ست اقوى واحده. اقوى واحده ازاي لطيفه؟ عايزاها تكون اقوى واحده، عايزاها تتحدى الصعاب اللي هي فيها. لو هي مطلقه، لو هي ارمله عندها اطفال بتربيهم. انا شفت حالات كتير جدا محزنه في الحياه، وبتبقى الست لا حول ليها ولا قوة، بتبقى بس متمسكة بربنا، وربنا نعمه كتير. أنا حبيت إن أنا أكون معاك النهاردة عشان مبادرة أقوى واحدة. يعني ربنا يكرمني كده يا رب، ويكرم الناس اللي ممكن يكونوا في طريقنا أنا وإنتي. الإمام علي بيقول إيه؟ من نعم الله علي حاجة الغير إلي. عارفة لما تحسي إنه في حد محتاج إن أنت تساعديه بأي حاجة، بكلمة، بابتسامة، بكلمة أمل، بدعاء، بأي حاجة. فأنا اللي هعمله ده بسيط، أتمنى من رب العالمين إن أنا يبقى على مراحل أقوى وأقوى وأقوى إن شاء الله. حبيت إن أنا أساهم وأساعد ونقف مع 100 ست أم، إن كانت أرملة، مطلقة، ظروفها صعبة، تكون في مصر، في القاهرة، أيا كانت الجنسية، أيا كانت الجنسية، لأن مصر ما شاء الله يعني أم الدنيا، حافظة كل الجنسيات، كل ما في بلد ودمار وحرب وتهجير وكلهم موجودين في مصر. مظبوط. أنا هنا في الشيخ زايد أو في أكتوبر بلاقي كل الجنسيات حواليا. و أنا هتحمل تكلفة تدريبهم 100 ست
خياطة وتفصيل. خياطة وتفصيل. وزي ما قلت لك بإذن الله أول ما يكملوا مرحلة التدريب دي هتكون وظائفهم موجودة مستنياهم بإذن الله إن شاء الله. يعني ده حاجة تاني. انت كمان هتعيطي دلوقتي. لطيفة. مبادرة قهوة واحدة هتمرن 100 ست. 100 ست ايا كانت جنسيتها، ارملة او مطلقة، ايمانا منها انها لازم تقف معاهم. وبعد ما تمرنهم 100 ست هيتم تعيين 100 ست. يعني في 100 ست دلوقتي حالا باذن الله ان شاء الله. لطيفة هتقوم بتوظيفهم او بمساعدتهم. حرام عليك. انا ما كنتش عاملها سريعه لكن لا، خلينا متفائلين النهارده. انا فرحانه. انا سعيده وفرحانه كمان. عيطنا بفي كفايه مع اول ست. مين اول ست من المية؟ لطيفه ممكن تاخدي انت التليفونات. يسعدني طبعا. يا رضا. الو الو رضا. ايوه اهلا يا رضا، علي صوتك شويه يا حبيبتي. اهلا بيكم. معاكي الفنانه لطيفه. يا رضا ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا روح قلبي. ازيك انت؟ الحمد لله تمام. انت ظروفك ايه يا رضا؟ انا امي ست كبيره عندها 53 سنه. مامتها ست كبيره عندها 53 سنه. بنتها وهي بتصرف طبعا علينا كلنا احنا سته، فهي مش هتقدر تنزل وتروح تتدرب وكده. ينفع انا انزل بدلها؟ هي تنزل بدلها عشان هي بتصرف على سته. اقول لك حاجه يا رضا. نعم. سمعاني؟ سمع حضرتك. انا امي كانت بتصرف على 8. انا امي قاعده بتشوفنا دلوقتي، وامي هي اقوى واحده طبعا. ينفع يا لطيفه؟ على فكره احنا ما اتولدناش احنا كفحنا، وابويا مات وامي، بحبها امي طبعا، هي اقوى واحده. امي انا بحييك يا رضا، مش عايزه اتكلم كتير عن نفسي وعن، لكن انت مستعده للتدريب ده يا رضا؟ تحبي تتعلمي خياطه؟ هي قفلت يا جماعه، تقولنا رضا تاني. قفلت على التليفون. ينفع ينفع ان هي تتعلم بدل والدتها عشان تصرف على اخواتها الخمسه؟ طبعا ممكن. طبعا جدا. ممكن اكيد. اول واحده من المية. تاني واحده اميره. اميره ايه يا لطيفه اللي انت عملتيه فيا النهارده ده؟ اميره انا برضو. أميرة احنا مش سامعين يا جماعة. طيب تاني واحدة من المية. بسمة. بسمة يا بسمة، في مشكلة في التليفونات يا جماعة. بسمة طبعا ما بيشوفوا الخطوط يظبطوها دلوقتي. رضا دي تنفع رضا تنفع جدا، لان هي بتقول لي انه هي هتشتغل مكان والدتها. ومامتها مطلقه سلمى بتقول لي دلوقتي ومريضه. امها مطلقه ومريضه. بالتاكيد ينفع جدا. اكيد. اول واحده من المية. مبادره اقوى واحده. صحيح احنا عمالين نعيط، لكن العياط مش عيب. العياط ده مش معناه ان احنا مش قوي. ان شاء الله قوي ومفيش اي موضوع، بس الست برضو تحب ايه يعني تطلع عن مشاعرها شويه. تاني واحده من ال 100 ست. اميره. يا اميره ازيك يا رهيطه؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ كله تمام؟
الحمد لله بخير والله. لا ما تعيطيش، انا بموت فيكي، انا بموت فيكي، معاكي لطيفه. اوعي تعيطي يا اميره. انا بجد بحبك جدا 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 والله. وسمعت الاغنيه بتاعتي جميله جدا، حسيتها لمستني قوي من جوايا بجد. تسلمي، ربنا يخليكي. مش عارفه اقول لك ايه بجد. ربنا يخليكي يا اميره، ما تعيطيش. انا عايزاكي تفرحيني بالعكس. انا بس نفسي اتعلم حاجه، اعرف ان انا اقضيها على بيتي، اعرف اني انا اصرف على ابني. اميره انت مطلقه؟ ايوه. طيب ما تعيطيش بقى لطيفه، هتعلمك تفصيل وخياطه وهتلاقي وظيفه بعد ما تخلصي التدريب. اول ما تخلصي هتشتغلي على طول، وده وعد من لطيفه. عندك ولاد يا اميره؟ ايوه، ابني عمره سنه وثمان شهور. سنه وثمان شهور، حياتي. و انت في القاهره يا اميره؟ لا انا من البحيره. البحيره، البحيره. هتعرفي تيجي عندك حد في القاهره وقت التمرين وقت التدريب؟ ما عنديش حد، بس مفيش مشكله، ممكن اجي. انا عموما بحب الشغل اليدوي جدا. انا طب احنا هنتصرف وهنساعدك وتيجي وتتدربي وتشتغلي باذن الله. يا حنان، تالت واحدة حنان من الميت ست. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حنان. ازي حضرتك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. معاكي الفنانة لطيفة حبيبتي، مبادرة قهوة واحدة. اتفضلي يا لطيفة. اهلا يا حنان. ازي حضرتك؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا بحييكي والله على كل الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه. ده اقل واجب يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. حنان انت بالقاهرة صح؟ لا انا من اسكندرية. طب احنا هتعرفي تيجي؟ احنا نسينا نقول بس ان هم لازم يكونوا من القاهره، لان مكان التدريب في القاهره. فهل انت هتعرفي تيجي وقت التدريب؟ طب هيبقى قد يعني، هيبقى كام يوم او كده بقى؟ هم 60 ساعه متوزعين على كذا يوم، مظبوط؟ بالظبط كده، بالظبط. والمجموعه الاولى هتبتدرب لغايه يوم 22. طيب ناخد اول مجموعه. شوفوا معايا بس يا جماعه، احنا اسفين، احنا نسينا بس ال هو عشان التدريب هيكون في القاهرة. في القاهرة 60 ساعة، 60 ساعة. الحقيقة أنا عارفة، أنا جوه الموضوع. لطيفة الحقيقة تكفلت ودفعت 100 ست في لتدريبهم في مكان كبير جدا، يعني مش مكان حتى معقول أو جيد، مكان فوق الممتاز. والستات دول كمان هيبقى ليهم تدريب زي ما بيقولوا تأهيل نفسي. والحقيقه الست يعني الست متكفله. اسفه لطيفه ان انا اقول كده، بس دي حقيقه عشان ده حصل على ايدي فعلا. الست دي دفعت فلوس كتير قوي لاجود حاجه ممكن تحصل، علشان هي بتعمل ده من قلبها، مش بتعمله لا منظره ولا دعايه. الست حقيقي، وده هيبقى مرحله اولى لانها عايزه تساعد من قلبها بجد. ويمكن بعد كده نعمله في كذا محافظه. بالظبط كده، يعني نعمله في كذا محافظه او طيب. كذا بلد كمان بعد كده ان شاء الله. لا ربنا يكرمك. معانا ناهد. ناهد، طيب الخط قطع معانا. فاحنا بس عايزين نقول انه اول المبادره الاولانيه ال 100 ست دول هيتمرنوا ويتعلموا في القاهره، ثم بعد كده يشتغلوا، فبالتالي هم لازم يكونوا سكان القاهره. رانيا. ايوه. مساء الخير يا رانيا. ازيك يا رضوى؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. بصي انا اول مره في حياتي اعمل مداخله على التليفون. انا منفصله. الو. انا أيوة معاكي. فنانه لطيفه، فنانه لطيفه خدت التليفون. سامعينك يا حبيبتي. ازيك يا لطيفه، عامله ايه؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ صدقني بتكلم والله. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيكي. حقيقة انا منفصله، عندي بنتين في الجامعه، وانا بحب جدا الخياطه، بس بصراحه ما يعني يمكن جت من عند ربنا بقى ان انا اتصل بيكوا النهارده يعني. طب والله حلو، ده فرحتيني. الله يخليك. لطيفه. ان شاء الله. انا انفصلت، يعني انا عملت خلع بعد 22 سنه جواز. ما عملتي خلع بعد 22 سنه جواز؟ اه. انت لازم تبتدي بدايه قويه وتبقي اقوى واحده بقى من هنا ورايا. على قدك بقى ان شاء الله. ان شاء الله. مش معناه ان الواحده تنفصل او تطلع او جوزها يموت تبقى ارمله، او انه الحياه انتهت وخلاص. انت عندك ما شاء الله اولاد اهو في الجامعه. صحيح.
خليكي معانا يا حبيبي، ياخد وقتك في الكنترول. رابع واحده من مبادره اقوى واحده الميت ست، ناهد. يا ناهد. نعم ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ناهد. نعم يا اختي انا معاك. فنانه لطيفه معاكي وهي هتتكلم معاكي. اهلا يا ناهد. اهلا يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ انت في القاهره اولا ولا؟ ايوه انا في القاهره. انت عندك كام سنه؟ عندي 50 سنه، 49 بالظبط. ما شاء الله. متجوز يعني متطلقه ولا؟ لا جوزي متوفي الله يرحم. وعندك اولاد؟ معايا 4 اولاد، بنتين وولدين. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم لك يا رب. وحابه انك انت تتدربي على الخياطه وال ايوه اعمل اي حاجه عشان اصرف على اولادي. هو ده. احبك. انا بحبك وبحب اللي زيك. لا والله بارك الله فيك. الله عليكي. هو ده. الله يكرمك. ربنا يا ربنا يزيد من امثالك ويوسع عليك وكمان وكمان. امين يا رب. والناس ويديم لامثالك اللي عندهم الاراده ان هم عايزين يبتدوا حياه. مظبوط. الله يكرمك. انت معانا باذن الله. الله يكرمك. خليكي معانا حبيبي، ياخدوا بيتك في الكنترول. دي خامس واحده من مبادره اقوى واحده لتدريب وتعليم الخياطه ل 100 ست ثم تشغيلهم باذن الله. باذن الله. باذن واحد احد. وده طبعا بسبب الانسانه لطيف. مشاهداتي عزيزات ابقوا معنا، احنا لسه معانا القمر بتاعنا النهارده اللي منور الدنيا كلها، الانسان المحترم الفنانه الجميله الفنانه اللطيفه. هنطلع لفاصل قصير جدا وهنرجع تاني مع التليفونات وهنرجع تاني لمبادره اقوى واحده. وفي عيد الحب لطيفة تهدي 100 ست تعليم لخياطة وتفصيل، وتهديها أيضا وظيفة. نورتيني للمرة المليون بإذن الله. حبيبة قلبي. لسه معانا التليفونات. احنا خدنا 5 قبل الفاصل من 100 ومنى الستة. يا منى. أيوه. كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة. يا منى معاكي الفنانة لطيفة ومبادرة أقوى واحدة. أنا مش عارفة أقول لك إيه والله، أنا مش عارفة أقول لكم إيه والله. حبيبتي. يا منى. أنا خلعانة بقالي 8 سنين وكان بيضربني وكان مبهدلني. كان مبهدلني بهدلة سودة والله العظيم، اتجوزت 3 سنين فقط لا غير واتبهدلت بهدلة سودة. انا اول مرة اتصل اصلا بالتلفزيون اصلا. منى. وسبحان الله يعني ردوا علي على طول. حبيبتي. ايوه. منى لطيفة عايزاكي اقوى واحدة. الحمد لله الحمد لله. نعيط؟ نصلي؟ ندعي؟ نعتمد على ربنا اللي خلقنا وجابنا للحياة دي، عشان هو ربنا بيسخر لنا حاجات كتير جدا. مش انت بصحتك وكويسة الحمد لله؟ هاي منى. الحمد لله الحمد يا ربي ولك الحمد. قولي الحمد لله. عندك ولاد؟ الحمد لله. عندي عمر 14 سنة ونور 11 سنة. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم لك. معلش يعني في رب فوق هو اللي بياخد الحق. طب انت مستعده تخشي معانا في المبادره دي وتتعلمي؟ ايه بصراحه؟ تتعلمي خياطه. انت في القاهره صح؟ ايوه ايوه. طيب تمام جدا. خلاص خليكي معايا ياخدوا بيتك في الكنترول. قبل ما هناخد التليفون اللي بعده صاحبتنا بتقول لك ان هي تبرعت ب10 غير المية بتوعك، 10 دورات خارج القاهرة مكثفة خارج القاهرة. هي هتتصرف. يس برافو. وهتوفر السكن يا روحي و10 مكان خياطة عشان هما مش هيعرفوا. بنتي فهمتي. بحبك وانا كمان بحبها بموت فيك. يبقى كده 10 خارج القاهرة هيتم تدريبهم والاقامه. بصي كنا لسه بنتكلم ايه في الفاصل. شفتي؟ وهياخدوا 10 مكان خياطه علشان مش هيعرفوا يشتغلوا في القاهره، فهم ياخدوا المكان خياطه واحنا نجيب لهم القماش ويتوكلوا على الله بقى وكده. 110. وهنيجي ونطمن انكم اتدربتوا وانكم اشتغلتوا. ان شاء الله. واقسم بالله ان احنا وراكم معاكم ومعاكم وما تخافوش.
عايزه اقوم ابوسك. تعالي ناخد زينب. يا زينب. زينب. الو. مساء الخير يا زوزو. ازيك يا رضوى؟ كل سنه وانتي طيبه. عامله ايه يا رضوى؟ انا كويسه طول ما انتوا كويسين يا حبيبه قلبي. ربنا يديك الصحه والعافيه ويبارك لك في اولادك. ربنا يكرمك. الفنانه لطيفه القمر دي عامله مبادره، يا رب يخليها ويديها الصحه والعافيه وما يخليها تتحوج ابدا. امين يا رب. ولا انتوا تتحوجوا، ولا ربنا جابنا وجاب رزقنا معانا، ما تخافيش. اسمها ايه؟ الله يديك زينب. الله يديك زينب الصحة. ايوه. انت في القاهره؟ ايوه. طب ايه قولي لي، متطلقه؟ انا مطلقه. إيه؟ انا اتجوزت شهر واحد بس يا رضوى. كفايه. عندك ولاد؟ واحد عيل؟ شهر واحد. ولا لوحدك؟ لا ما عنديش. ما عندهاش. طيب يا عمري. لا قاعده مع ماما. ولا يهمك، انت اقوى واحده، ولا تعيطي ولا تضعفي. مين ده اللي يضعفك؟ لا ربنا يخليك. انت اقوى واحده وتتجوزي تاني وتجيبي عيال وتدرسيهم وتعلميهم وكل حاجه ان شاء الله. طبعا يا زوزو خليكي معايا. ياخدوا بقيتك في الكنترول معانا سميحه نمره 8. يا سميحه. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا روزي؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. صحه حبيبتي وعد عليك كل ايام. ربنا يكرمك. معاكي الفنانه لطيفه يا حبيبتي. ايوه. ازيك يا توتو؟ اهلا يا روحي. ازيك انت؟ جزاك الله خير. عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجازيك خير. جاهزه للتدريب؟ يلا. ان شاء الله. هتعملي لي احلى فستان بقى الاول حفله ليا. والله انا متعلمه وبتعلم وعايزه زياده كمان. برافو عليكي. الله عليكي. اللهم امين. ظروفك ارمله. 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 عندك ولاد؟ القاهرة. اه. عندك ولاد؟ أربعة. أربعة. ربنا يخليهم ليكي ويخليكي ليهم يا رب. يا رب. جميل يا حبيبتي. يا رب. خليكي معانا ياخدوا بيتك في الكنترول معانا جيهان تاسع، واحدة من الحملة بتاعت 110 بقى مش ال 100 دلوقتي. أيوة 110. معانا جيهان. يا جيهان. مساء الخير. مساء الفل يا جيجي. مساء الورد عليك يا رضوى. كل سنة وأنت طيبة. أنا بحبك أوي والله، وبحب لطيفة أوي وفرحانة أوي بالبطولة الجميلة دي. ما تعيطيش يا جيهان، ما تعيطيش. بتعيطوا ليه؟ احنا عايزين، دي هي عايزاكوا قوي واحده. انا عندي بنوته ومنفصله بعد 8 سنين زواج وعذاب. معلش. ونفسيا تعبانه جدا، وكان نفسي في حاجه زي كده، نفسي اشتغل واصرف على بنتي. ربنا يقويكي يا حبيبتي. خلاص ما تعيطيش، ما تعيطيش. انا بحبك قوي يا لطيفه، بحبك قوي. يا عمري ربنا يخليكي ليا يا رب، ربنا يخليكي ليا. عندها اولاد؟ عندك اولاد؟ عندي بنوته، وهي كمان بتشجعني وبتقولي اشتغل يا ماما واصرفي عليا. انا بنوتي بحبها، برافو عليها، لازم تشتغلي. خلي بالك كلنا. هي معايا اسمها هنا. هنا تعالي كلمي. هنا ربنا يخليكي ليها ويخليها لك يا رب. يلا انت معانا حبيبي. انت معانا. خليكي معايا ياخدوا بياناتك في الكنترول. دي كانت تاسع واحده من 110 تاني. احنا دلوقتي معانا 100 من القاهره و10 من بره القاهره في المحافظات المختلفة. في المحافظات المختلفة. ايا كانت الجنسية بتاعتك حبيبة قلبي، دي حملة من لطيفة لكل ارملة وكل مطلقة الدنيا جت عليها، هي قررت ان هي تقف معاها الانسانة الجميلة دي. حبيبتي. انا هاخد التليفونات. انا التقيت بلطيفة من خلال صديقة مشتركة بيني وبينها، هي مش عايزة تقول هي مين. الله يبارك لها، وهي دي اللي دخلت على الهواء دلوقتي وقالت ان هي هتتكفل بيه. ربنا يكرمها حبيبه قلبي، طول عمرها بتعمل الخير. يا طبعا رب. طبعا. لما التقيت بلطيفه وكلمتني عن المبادره، انا روحت بيتنا قلت لامي ماما الدنيا لسه بخير الحمد لله. الست عايزه تساعد، وانا عماله بقول لها ايه طب 100 كتير، خلينا نبتدي ب 50. وهي تقولي لا انا لو هقدر على اكتر من 100 هعمل. اه والله. ودي يا رضوى مرحله اولى، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في تاني وتالت ورابع. وانا عملت قهوه واحده علشان احس انه الستات يقوا كده على الصعاب والمشاق اللي هم بيقابلوها. كتر خيرك. معانا مين؟ داليا. يا داليا. يا داليا، شفتوا هديه العيد الحب اللي انا جبتها لكم دي؟ احلى هديه في العالم. ايوه ربنا يخليكم. ربنا يخليكي. معاكي فنانه لطيفه حبيبتي. ازيك يا داليا؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ لا انا عايزه اسمع صوتك وانت فرحانه، مش عايزه اسمع حضرتك. ايوه. عامله ايه؟ ايوه. انت ارمله ولا مطلقه حبيبتي؟ لا مطلقه. مطلقه بقالك كتير؟ يعني سنه تقريبا. وقعدتي متجوزه كتير ولا سنه برضو؟ سنه.
انا يا دوب اتشات في الحمام وخد الموبايل وخلاص كفايه عليه كده. مش مشكله يا حبيبتي. يا دودي يا دودي يا لطيفه تهديكي تعليم خياطه وتفصيل ووظيفه، مبروك عليك يا روح قلبي. خليكي معايا ياخد بيتك في كنترول. مي مي، وناخد بعد مي خمس تليفونات كمان والباقي نحوله للسوشيال ميديا. تمام جدا. يا مي مي ما حداش، وناخد اربعه كمان. يا مي الو. ايوه يا مي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مي لو سمحت عايزه اقدم في ال. اهلا بيكي يا مي. انت كسبتي اصلا يا مي، خلاص انت خلاص انت معانا. بس قولي لي انت مطلقه ولا ارمله؟ ولا انا ارمله، زوجي متوفي بقاله 20 يوم. يا حبيبتي الله يرحمك. ربنا يصبركم. الله يرحمك. الله يرحمك. ربي يخليك. معايا وعندك ولاد يا مي؟ عندها ولدين. عندك ولدين؟ اه. وهتبقي اقوى واحده يا مي. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله. الله يرحمه وان شاء الله تبقي قويه يا رب، وتربي ولادك وتلاقيهم لما تكبروا يا رب باذن الله. خليكي معايا ياخدوا بيتك في الكنترول. تيجي نسمع حاجة وبعدين بس ده انا يعني عارفة ناخد اربع اقوى واحدة جابت اخري. لا لسه، ده لسه المشوار طويل يا ماما. ده احنا لسه كنا بنتكلم ان انا أيوة. لسه بسم الله الرحمن الرحيم. سمعيني حاجة كده لطيفة نغني. حاجة قديمة جديدة زي ما انت عايزة. مفتوح؟ ما اظنش مفتوح. مقفول. يلا بينا. طب على ما نظبطه نغني. وري وري. مفتوح مفتوح. هو مفتوح. بس لازم اسمع. شغال شغال بس هو مش باين عندنا هنا. نقول ايه؟ والله ما اعرف. طب بصي خلي الغنى اللي بعدها على ما نجرب المايك. ماشي. ايه رايك؟ تصدقي انا سعيده جدا. سيبيني بقى اعبر على على اليوم الحلو ده. والله العظيم. واحب اشكر حبيبتي واختي صديقتي اللي ساهمت معانا بالعشره الزياده. يعني قد كده انا فرحت ان احنا يعني اللي في البحيره كان اسمها منى اي ثينك. كنا بنتكلم في الفاصل. لسه في الفاصل كنت بقول لها والله العظيم ان شاء الله انا اروح اجيبها وتيجي تتمرن. اصل البحيره مش بعيده. انا بحيي كل اهلنا في البحيره وفي الساحل الشمالي وفي مصر كلها. عايزين بجد رضوى نعمل ده وباذن الله. شوفي بقى يعني التحدي بقى انه باذن الله اقوى واحده تبقى موجوده في كل محافظه من محافظات مصر. ربنا يسعدك. باذن واحد احد. ربنا يسعدك. وكمان انا عايزه اقول برضو للي بيسمعونا من سنه يا رضوى في حاجه حصلت في تونس خلتني اعيط يمكن اكتر من اسبوع. والله العظيم في حادثه حصلت. هنعيط تاني يا دي النيله ونقول للناس ما تعيطوش واحنا. طيب في حادثه سيدات بيشتغلوا في الفلاحه ماشي في الزرع وفي ف بيجيبوا لهم زي وسيله نقل يعني زي اللوري هنا في مصر واتقلبت بيهم وماتوا عدد كبير منهم. دول بيصحوا 5 الصبح عشان يروحوا يشتغلوا في الفلاحة ويربوا عيالهم في محافظات الجو فيها قاسي جدا. الوضع فيه قاسي جدا. مكسبهم المادي كان محدود. كانوا بيصحوا 5 الصبح وبيروحوا يشتغلوا عشان يربوا عيالهم وعشان اتقلب بيهم البتاع ده ماتوا. انا اتدمرت نفسيا وعملت غنوة على الموضوع ده ان شاء الله هتسمعوه قريب يعني. فأمنية حياتي إنه ربنا يكرمني يا رب. وهنا بعمل نداء لكل أصحاب القلوب اللي بيحبوا ينزلوا على الأرض. أنا مش عايزة أفتخر وأعمل جمعية خيرية. أنا عندي جمعية خيرية من 2005 أنا عارفة وساهمت. كنت بساهم دايما هدفي في التعليم. بساهم بناء مدرسة هنا، بساعد ببني دور هنا في مدرسة بشكل فردي وبرب العالمين وخلاص يعني. عايز اعمل ده كمان في تونس ان شاء الله باذن الله. لانه المراه كمان في تونس بحقوقها وباحوالها الشخصيه دي لازم تفتخر. لكن
انا بقول ان الظروف قاسيه جدا في وطننا العربي على كل البلدان. في سوريا قاسيه جدا، في ليبيا قاسيه جدا، في كل في لبنان قاسيه، اليمن، في اليمن، في عده بلدان، يعني ثلاث ارباع بلداننا العربيه عايشه وضع ربنا يكرمك وتعمليها صعب جدا يا رب، تعمليها في كل حته. تعالي ناخد طيب بقيه التليفونات عشان يلا كتير معانا. رحاب، يا رحاب. هبه. الو، يا رحاب ولا هبه؟ هبه. هبه ازيك يا هبه؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه حبيبتي. وحضرتك طيبه ربنا يخليكي. انتي مطلقه يا هبه؟ ايوه. معاكي فنانه لطيفه. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. زي حضرتك. الله يخليكي يا روحي، تسلمي لي. الاغنيه بتاعت حضرتك جميله جدا فعلا، بتمس كل حاجه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت عندك ولاد يا هبه؟ عندي بنوته. ها؟ بنوته. بنوته ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك يا روح قلبي. وانت مستعده بقى للتدريب؟ ها؟ نعم؟ مستعده للتدريب؟ ان شاء الله. ايوه يا كده. رب. ايوه كده. ايوه ايوه كده. معانا سماح. يا سماح. 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماح، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة، أهلاً وسهلاً. أقوى واحدة. ربنا يخليك، وأهلاً بالأستاذة لطيفة، ربنا يبارك لك يا رب. حبيبتي يا سماح، أنت مطلقة؟ أنا مطلقة وعندي ثلاث أولاد، بنتين وولد. حياتي، ربنا يحميهم ويخليكي ليهم. ربنا يخليك يا رب. وهتبقي أقوى أم. ان شاء الله باذن الله. يبارك لك يا ربي ويخليك علني. حضرتك بتعملي ربنا يحميكي يا قلبي، ده كفايه انهم عايزين يشتغلوا. طبعا معانا رحاب. يا رحاب. الو. ايوه يا رحاب. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه، انا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يسعدك يا رب. كل مواهبك كل حياتك بحبها. ربنا يكرمك. لولو معانا ايه وبتهديكي تعليم ووظيفه وكله؟ انا مطلقه بقالي 6 سنين. يا رب ربنا يقدرك. معاكي ولاد؟ عندي 2. 2 عندها. ربنا يكرمك يا حبيبتي. طيب خليكي معانا، ياخدوا بياناتك في الكنترول. اعتقد ده اخر تليفون كمان. خلاص معانا تليفون كمان. طيب هناخد اخر تليفون. طب عايزين ناخد من المحافظات عشان العشرة. نوره من الفيومه اهي. ايوه كده يا نوره. الو. ايوه يا نوره. 010 18. لا 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 ما تقوليش لمتك. لا لا بس استني، انت على الهوا، انت على الهوا. لا لا استني، هتقولي لمت على الهوا. يا نونو. رضوى. ازيك يا نونو؟ عامله ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويسه يا روحي. بجد انا بحبك قوي قوي قوي. وانا بموت فيكو. معانا الفنانه العظيمه لطيفه، هي اللي هتاخد التليفون. نوره. ازيك يا استاذه لطيفه؟ عامله ايه يا حبيبتي يا بنت الفيوم الحلوه؟ الحمد لله. حبيبتي انت. انت في الفيوم. انا بحبك قوي. يا روحي انت، واحنا بنحبكوا قوي قوي قوي. انت في الفيوم صح؟ انا مطلقة ومعايا بنت عندي 20 سنة. يا روحي ما شاء الله، مطلقة ومعاها بنت وعندها 20 سنة. بنتك عندها 20 سنة؟ هي عندها 20. لا انا عندي 20 سنة. يا لهوي، ده انت صغيرة قوي. ومعايا بنت. ربنا يخليكي ليها ويخليها لك، تبتدي حياة جديدة بإذن الله. طيب انت هتشرفينا هنا في القاهرة انت وبنوتك، والإقامة هنتكفل بيها وهم هيتكفلوا بيها بإذن مع الله. ان شاء الله التفصيل مع مكنة خياطة بإذن الله. خلاص كده مشاهداتي عزيزتي، انا بعتذر جدا. احنا هنحول بقية المبادرة، مبادرة أقوى واحدة، على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، على المواقع طبعا، وعلى طبعا المواقع بتاعة فنانة لطيفة. أرملة أو مطلقة. كويس، انا مبسوطه انه خلاص. يعني احنا دلوقتي عايزه اقول للناس بس كل واحده ظروفها صعبه، لازم يبقى عندها ايمان بالله انه ربنا هيشوف لها حل. هي تسعى بس، يعني تحاول. ممكن اسالك سؤال؟ قولي لي. ايه اللي خلاكي تعملي المبادره دي؟ اولا الاحساس اللي انا لقيته في اقوى واحده، وانا عايشه معايا اقوى واحده، امي. امي دي اقوى واحده يا رضوى، عاشت كل حالات الحياه، القوه والضعف، وتعبت في حياتها وربتنا صح الحمد لله. وعايزه اقول لك حاجه، يعني امي مثلا، وعايزه اقولها لسيدات كتير يمكن وامهات كتير، انا امي لا تقرا ولا تكتب، ولكن علمتنا كلنا. انا امي كانت بتذاكر لي
وانا صغيره، باب شباك معرفش ايه، عارفه يعني كتاب الابتدائي. انا ببص لها كده ولازم وبطلع الاولى في المدرسه كل سنه. بعدين لما كبرت فبديها ورقه تمضيها وكده، فانا واخويا قعدت ابص كده، امي بتعمل كده امضى كده، قلت لها امي هو انت يعني زمان كنت بتذاكرينا ازاي؟ يعني ازاي كنت بتذاكري لي وانت مش عارفه اصلا ايه اللي مكتوب في الكتاب؟ قالت لي كنت ببص لعينيكي وبعرف اذا كان انت بتقولي صح ولا لا، اذا كان انت بتردي واثقه من الكتاب ده من الرد اللي انت بتقوليه ولا لا. شوفي لحد ايه يا لطيفه. كفايه ان هي ربت واحده في اخلاقك. الحمد لله اخلاقك دي في ناس كتير كده بجد يعني، بس وفنك وتاريخك الحمد لله بشخصيتك كفايه. انت نورتيني النهارده يا روحي، تسلمي لي. ربنا يخليكي. الحقيقه ان انا لازم اعترف انه ده الموسم الرابع، حاجات كتير قوي حصلت في البرنامج في الاربع المواسم اللي فاتت، لكن انا عمري في حياتي ما هنسى اللقاء ده. واعتقد انه دي من اهم الحاجات اللي حصلت في برنامج هي وبس. انا بشكرك قوي، بشكرك على ذوقك، وبشكرك على احساسك، وبشكرك على مجهودك وعطائك. انت ست الف ست. ربنا يخليكي. وانت كمان ممكن نغني لو سمحتي؟ انا لو خليني بس اقول لك الاول، انا سعيده جدا جدا جدا، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل النعم اللي اداها لي في حياتي. بشكر اهلي وبشكر مصر وكل الناس اللي وصلتني ان انا اكون في. صحيح انا اجتهدت وتعبت وعملت وتعلمت وكل حاجه، بس ربنا ادينا كتير، والناس اللي حواليا كتير الحمد لله. انا بشكرك جدا يا رضوى، وبحبك جدا، وبشكر كل الحافز الرائع اللي انت بتديه للستات اللي ظروفهم صعبه واللي وضعهم صعب. انا بتابعك ومتابعاتك، وبفرح انه في اعلاميه مش فقط بتعمل شو خلاص، لا، في هدف، في رساله، في فعل خير بتعمليه بيسعد ناس. وصدقيني الحياه دي فانيه ولا هيبقى فيها حاجه، في ثانيه كده كله بيروح. فدي من نعم ربنا علينا ان احنا نكون بنساهم باللي نقدر عليه. دي مش اخر مره هكون لطيفه موجوده معانا. احنا عندنا مبادره ال110 دلوقتي اللي هيتعلموا، وهي هتزورهم، واحنا هنغطي لانه هي اختارت برنامج هي وبس تحديدا علشان تاخد منه المبادره بتاعه قوى واحده. ف احنا بقى عندنا دلوقتي مع لطيفه تعاون مشترك يا جماعه دلوقتي، يعني يا رب يبقوا 100,000 يا رب، ويا رب يبقوا مليون واحده يا رب يا حبيبتي يا رب. نورتي الدنيا كلها، ربنا يخليكي. بسام طيبه، عيد سعيد عليكي، كنتي احلى هديه النهارده لكل المشاهدات والمشاهدين، واديت لهم احلى هديه في الدنيا. انا عايزه اقول لك ان انا النهارده عيد ميلادي، بس ده احلى عيد ميلاد بعيشه في حياتي والله العظيم. النهارده ده يوم مميز، ويا رب يكرمنا ويساعدنا ربنا ان احنا نسعد الناس اكتر. ممكن نختم بغنوه لو سمحتي؟ تيجي يلا، بس عايزه اسمع، انا مش عارفه المايك بسمعها هي كده. طب حاولي كده، شوفي كده. تا تا تي را 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 را. نقول ايه؟ مش عارفه. عندك انا عشت عمري صح؟ اه، دي الغنوه دي حبوها الناس قوي قوي، هغني لك منها شويه. ما احنا دي هنختم بيها تمام بعد ما انت تخلصي، بس احنا عايزين حاجه بصوتك يعني لو سمحتي. تا انا عشت عمري للحظه دي، من بدري عارفه ان انت ليا، حسيت في قلبي احساسي بيك، احنا الليله دي
بس ابتدينا. خلينا نسمعها احلى. نورتينا النهارده. ثانك يو خالاتي عزيزات. ميرسي. لطيفه. كانت احلى هديه حبيبتي. في عيد الحب انا عمري ما هنسى. انا يعني انا بالنسبه لي كان 14 2 ده زي العمال بالظبط بقى له كتير قوي. دلوقتي بقى مميز جدا لانه عيد الحب مع عيد ميلاد لطيفه مع الهدايا الجميله اللي هي اهدتها لكم. دلوقتي هنطلع لأنا عشت عمري ونرجع ليكم قصه جميله جدا من هي وبس. انا عشت عمري للحظه دي من بدري عارفه ان انت ليا خبت في قلبي احساسي بيك احنا الليله دي بس ابتدينا الحب كله راح يبقى لينا انا عمري كله أحلى حاجة أنت في حياتي طب بس جرب واطلب حياتي أديها لك ما تخلاش علي يا عم دنيا أنت اللي فيها كل السعادة هتلاقيها مبسوط حبيبي وأنا بين إيديك ربنا يقدرني وأقدر أساعدك بس شاغل قولي إيه نفسك في إيه ربنا يقدرني وأقدر أساعدك بس شاغل قولي إيه نفسك في إيه التقينا يوم هالقمر كان شاهد علينا وهقيت في شمعة حبي الوحيد أنا قلبي شافك قبل عيني وفضلت بستناك تجيني ده يوم لقانا بقى عندي عين ورجعنا لكم تاني مشاهداتي العزيزات بعد الفاصل. الستات الحلوين
لو لسه بتتفرجوا علينا دلوقتي او متابعينا من رحله الاسبوع اللي فات، احنا عملنا حمله اسمها ازاي تخسي او يلا نخس في 5 اسابيع. الفطار مشاهداتي عزيزات احنا ما لقيناش عيش بلدي. تاني هقول العيش البلدي اصح من التوست، لانه في ناس كتير قوي قالت ان التوست البني احتمال يكون مخلوط بعسل، احتمال يكون الدي بتاعه مخلط. لو ما لقيناش عيش بلدي، عدد 2 توست مع ثانيه واحده عشان بس ايه اعمل كده، مع شريحه جبنه فلامنك او شريحه روز بيف او 2 تركي. ده الفطار. ده مع شريحة فلامنك او 2 روز بيف او 2 تركي، معاهم كوباية شاي بلبن، لبن خالي الدسم. لو احنا بنشرب قهوة سريعة الذوبان ينفع جدا، المهم انها تكون من غير سكر وان اللبن يكون خالي الدسم. لينا كوباية لبن واحدة في اليوم، وينفع مع الكلام ده سلطة. لو انا مش عايزة افطر الفطار ده، هفطر 6 شرايح بسكوت لايت بتاع الرجيم مع شاي بلبن خالي الدسم او نسكافيه. عدد اقل حاجة 4 ساعات ما ناكلش. خلاص ادي فطار وادي الغدا، هنقعد ما بينهم عدد اقل حاجة 4 ساعات ما ناكلش. جوعنا هناكل خيار يفضل خس 0% تخن، ما هو ميه، خيار او خس، مكسرات بدون ملح. ممكن ناخد لنا 5 6 طبق سلطه محترم، نقلل الطماطم. الطماطم بتملى ميه في الجسم، فلما نيجي نعمل طبق السلطه اقل مكونات تبقى فيها هي الطماطم. هنيجي عند الغداء. الاسبوع اللي فات احنا كنا بناكل نشويات في الغداء، الاسبوع ده احنا هنسحب النشويات من الغداء. فاحنا هناكل صدور فراخ، ينفع معانا 2 صدور فراخ، سمك مشوي اي كميه، 3 شرايح لحمه مشويه او مسلوقه. اللحمه او الفراخ ينفع تكون مشويه او مسلوقه، معاها خضار سوتيه او سلطه خضراء. تاني لو ما بنعمل سلطه خضراء يا ريت اقل حاجه تبقى موجوده في الغداء الطماطم. طبعا السوتيه مهم جدا ورائع جدا وكويس جدا. عاد اقل حاجه 4 5 ساعات للعشاء. العشاء بيكون يا اما 2 زبادي لايت، يا اما جبنه بالطماطم، الجبنه تكون قليله الملح او قريش، الطماطم تكون قليله جدا، عايزين نحط عليها زيت هنحط زيت زيتون، او 3 ثمره فاكهه، مش واحده بس. يعني هناكل تفاح جوافاية برتقانية، أو تفاحتين وجوافاية، أو جوافتين وتفاحة. لينا 3 ثمرات، أو الجبنة بالطماطم في العشاء أو زبادي لايت. طيب ده الأسبوع التاني من يلا نخس في 5 أسابيع. إحنا لو اتبعنا ده الرجيم ده في الأسبوع التاني، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله متوقع ان حضرتك تخسي على الرجيم ده بعد الاسبوع الاول 3 كيلو. طيب في واحده هتيجي تقول لي زي ما انا كنت بسال الدكتور، هل ينفع ان انا ابتدي بده؟ لا، ما ينفعش ان احنا نبتدي بده، ما ينفعش ان احنا نبتدي بده، لانه الاسبوع الاول كان بيعتمد فيه انه في نشويات في الفطار وفي نشويات في الغداء. الاسبوع الثاني في نشويات، في عيش في الفطار لكن مفيش نشويات في الغداء، مفيش لا رز ولا مكرونه ولا عيش. فهو التكنيك بتاع الدايت انه احنا بنسحب العيش. الممنوعات مشاهداتي العزيزات هنطلعهم دلوقتي حالا على الشاشه. جميع انواع الحلويات، الالبان، اللب السوداني، المكسرات اللي هي عليها ملح بقى وكده، جميع انواع المياه الغازيه، البطاطا، البطاطس، الفينو، العيش الفينو بيتخن جدا اسالوني انا، اللانشون، الباسترما، الجبنه الرومي، النستو، البلح، التين، الشمام، العنب، القصب، المانجا، انا حافظه طبعا عشان الكلام ده انا، المخللات، القلقاس، البسله، اللوبيا، الفاصوليا، فاصوليا البيضاء، العدس، الترمس، الطيور اللي هي الوز والبط والحمام، كلاوي، كبد، قوانص، كباب، كفته بتخن جدا طعمها حلو قوي بس كفته بتخن حقيقي. يعني هما دول مشاهداتي عزيزات الممنوعات اللي احنا مش هنقرب منهم الست ايام بتوع
الرجيم. للأسبوع اللي فات والأسبوع ده في رياضة، لأنه المفروض إن هم أول أسبوعين الجسم بيحرق فيهم كويس. لو هنفترض لقدر الله إن إحنا ما وصلناش للنتيجة دي، فإحنا هيبقى عندنا مشكلة في الحرق، محتاجين نروح لدكتور. شرب المية من 2 ل 3 لتر يوميا، ننام بدري أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا، لأن النوم بدري بيساعد جدا على حرق الدهون. لو عندنا اي مشاكل، في ستات بتقولي انا حامل، انا شفت الاسئله بتاعتهم، انا حامل وينفع امشي على الرجيم ده ولا لا؟ يجب استشاره طبيب، طبيبك الخاص، الطبيب بتاع الطفل، نسا ولاده، تقولي له هل ينفع امشي على الرجيم ده ولا لا. ولكن لا، مش ولكن، في بقى مرضعات بتقول لي ينفع نمشي على الرجيم ده ولا لا. انا ابتديت اخس من اول، لان انا تخنت مرتين في حياتي، المره الاولانيه كانت في بنتي الكبيره اللي هي حاجه و30 كيلو، والمره الثانيه في بنتي الصغيره كانت حاجه و20 كيلو. فالحقيقه ان انا ابتديت من الاسبوع اللي بعد الولاده على طول مباشره انه انا اخس. كنت برضى الحمد لله رب العالمين، فكان الدكتور بينصحني مع الرجيم ده ان انا اشرب ميه كتير جدا، سوائل كتير جدا، عصائر طبيعيه، بعيدا عن الممنوعات اللي احنا قلناها النهارده. أرجوكوا 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 تخسوا سريعا جدا. هو ده الأسبوع الثاني، ده الفطار بتاعنا. أرجو إن احنا نستبدل التوست، احنا مالناش عندنا في المطبخ بالعيش البلدي نص رغيف. الشاي بلبن ينفع عندنا مرتين كل يوم، ولكن لبن خالي الدسم من بدون سكر. ما عجبناش الفطار ده، بسكوت رجيم 6 شرايح، لحمة، سمك مشوي أي عدد، صدور فراخ، سلطة أو سوتيه. العشاء 2 زبادي لايت، جبنه بالطماطم، الطماطم تبقى قليله عليها، زيت زيتون، او 3 ثمرات فاكهه. مشاهداتي عزيزات، ميه كتير جدا واحنا بنخس، عشان الميه بتساعد جدا على حرق الدهون، بتظبط البشره، بتظبط الشعر. انا بعمل شعري كل يوم، الكوافير بيقول لي لو انت ما بتشربيش ميه كان زمان شعرك اتحرق زمان. اخر حاجه قبل ما هسيبكم، الجرجير في السلطه مهم جدا، الجرجير هيطول لك شعرك وهيخسسك والله العظيم. مشاهدتي اعزائي، خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم، ولكن بعد الفاصل. اجمل قصه حب في عيد الحب حقيقه. كان المفروض ينورونا من شويه بس حصل لخبطه، بس كويس ان هم جم في عيد الحب. داليا ونور منورنا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. احكوا لي بقى قصه حبكم كده ايه لو سمحتوا، قبل ما نقلع الحلقه ده، لان انا الحلقه ده مجنني الطويله مجنني والله. بصي والله هي بالنسبه لي يا رضوى قصه مختلفه، لان هو يعني من واجب كل راجل ان هو يقف جنب مراته لو عندها اي حاجه، بس انا عجبني ان هو عارفني كده، يعني هو انا ما جانيش حاجه وانا معايا، هو واخدني كده ومصمم عليا وانا كده. والله يا رضوى بجد بحس ان هو اجمل حاجه بتحصل فيه ان هو اي حاجه في الدنيا بيعملها لي بيعملها برضا، يعني لا امر بقى ولا ان هو يعني بيعمل اي حاجه ان هو بيتمنظر بيها او اي حاجه من دي. قابلته بعد ازاي يا دكتور؟ قابلته ابن الجيران. اولا انا بتمنظر بيها، انا بتمنظر بيها، هو مفيش بطوله في الكلام خالص، انا مش شايف حاجه خالص من اللي هي بتقول عليه. الموضوع كله كده حصل لينك في، يعني كنا بيقول جيران وكده، هي جت عليا، انا قديم، هي جت عليا، تعرفنا بعد فتره كده اصحاب. في لحظه قرار ليله. بص هو الموضوع ما كانش سهل، يعني كان في اعتراض من ناس كتيره جدا، من ناحيته ومن ناحيتي، كان الكل شايف ان القصه هتفشل، ما ينفعش حد عنده حاجه ان هو يرتبط او يعيش حياته كده. بس انا الحمد لله انا عندي شلل اطفال، بس الحمد لله ربنا يعني اداني الابتلاء ده، بس اداني معاه سوبر ماما. عندي ام يعني الحمد لله خلتني واثقه في نفسي جدا، بجد بجد سوبر ماما فعلا، وانا بشكرها جدا جدا جدا، بقول لها ربنا يخليكي ليا ان انت اديتيني ثقه في نفسي وخليتيني شايفه ان الدنيا يعني بالنسبه لي شلل الاطفال زي دور البرد كده. يا حبيبي مفيش اي عوائق الحمد لله. طبعا مفيش عوائق بالظبط. لما لقيت هي اللي سوبر ماما في البيت، اما لقيت ان في اعتراض فانا بصراحه خفت، قلقت يعني، قلت له خلاص بلاش، ولقيته بقى مصمم بيقاتل زي ما بيقولوا، مرضيش طبعا ان هو يستسلم لاي موقف.
قلت له يا نور جرب، يا نور فكر عشان ما تحصلش اي حاجه ويرجعوا يقولوا احنا قلنا. قال لي ما حدش لي دعوه، انا عايزك كده زي ما انتي، وانا هبقى رجلك، انا هبقى رجلك اللي انت هتتحركي بيها. وفعلا والله يا رضوى، والله يا رضوى، والله بدون مبالغه حصل. هو ايدي ورجلي وابويا واخويا وسندي وكل حاجه، كل حاجه حلوه في الدنيا. تبقالكوا قد ايه يا نور؟ من 96. اللهم بارك ما شاء الله. 96 بس اتجوزنا 2000. قصاد اللي هي بتقوله، انا اختياري كان صح. انا كنت بين الحياه وموت، الدكتور حصل لي حادثه، كنت بين الحياه وموت. كانت هي بتطلع من البيت تعمل الاكل لوحدها، واكيد يعني كل عارف بدي عندي في المنطقه، تطلع من البيت تركب التاكس، توقف التاكس حد يسند الكرسي، تتنقل بالاكل اللي عاملاه بالليل، الولاد في البيت مع خالتهم، تسيبهم مش خالتهم اللي بتعمل، تيجي المستشفى، تروح شهر كامل 30 يوم الرعايه، تخش لي طبعا كانت هي كارت بلانشا في الرعايه، اللي عايز يخش لي بداليا. انا داليا مش اللي بتقوله كل ده، مفيش بطوله مني خالص، انا اخترت صح. الحياه العائليه العاديه بقى، اللي هو في ممكن مشاكل اكيد، بس المشاكل عاديه. لا هو نكدي ما تلاقيش. لا لا نكدي 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 جدا، ما تلاقيش يعني. مبدئيا بس يا رضوى دي هلوسه العيله. ايه؟ هلوسه هلوسه؟ هلوسه العيله. لا هو دايما يقول لي انت بنتي. يعني طب انت عملتني من الاول ان انا بنتك. فساعات كده بلاقي المواقف مثلا بتيجي، بيبقى مثلا هو بيفكر في حاجه كده، انا ما اعرفش، مش عارفه، انا بتعامل مع المواقف بطبيعه. ما حدش قال لك يا نور ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ليه بتعمل كده؟ انا سبت بنتي 3 سنين عشان يا حبيبي. ايوه كنت قاعد في سكن لحالي عشان الكل كان رافض. وبعد ما اثبتت لهم ان انت اختيارك هي صنصه قدامت ان شاء الله، وانك حبك قوي وانك احسنت الاختيار. لا تمام. ولادي الحمد لله دلوقتي عندي زياد وتميمه وادم. زياد انا شايفه راجل، الناس شايفاه راجل. تميمه اسمها ايه؟ بصي هو مطلع الولاد زيه البنت راجل، يعني الولاد طالعين زيه، اللي هي مفيش. بصي اقول لك على حاجه، نور بيمسح معايا، بيكنس معايا، بيغسل معايا، وساعات كتيره جدا جدا بيعمل هو الاكل، واكله حلو جدا. انا اكلي اصلا احلى اكل في الدنيا. والله لدرجه انه ممكن ينشر الهدوم عادي جدا، واما اجي اقول له نور بلاش المنظر يقول لي ما حدش ليه دعوه. انا عاجبني كده. اجمل حاجه بقى هي الرضا دي، عودتني على كده، فمش شايفه. فمطلع الولاد زيه بالظبط يعني. زيه بالظبط. انتوا اولا نورتوني النهارده حبيبتي، كل سنه وانتوا طيبين. وانتي طيبه حبيبتي. انا عايزاكم انتوا الاثنين، دي الكاميرا بتاعتكم كده، كل حد فيكم بعد العشره دي كلها وبعد الصعاب اللي احنا مرينا بيها، انت سبت بيتك وهي مش عارفه ايه اهلها وحاجات كتير كده، بنقول دايما اختاروا صح. من وجهه نظرك انتي، حتى هبتدي بيكي، من وجهه نظرك الاختيار الصح بيكون ازاي؟ الاختيار الصح انك تختاري راجل مش ذكر، تختاري راجل مش لقب، مش واخد لقب ذكر، لان ذكر دي بتتحط في بطاقه كل الرجاله، لكن راجل يعني سند، ظهر، اب، اخ، حد يعتمد عليه، واحد بيحبك بيخاف عليكي، اي ظروف ليكي هو واقف معاكي فيها. يعني مقابل ده ان انت برضو طبعا لازم هتدي له كل حاجه، لكن بجد بجد بقول لكل واحده في الدنيا بلاش تختاري لقب ذكر، حاولي دايما تدوري على راجل. وانا الحمد لله دورت ولقيت. الله اكبر. مشكلة. ها دوري على حد زي داليا. داليا في حاجات بقى فيها مش عارف اوصفها. داليا حنيه، داليا ام، داليا طفله. بتفكر في المشكله، تحسي انها طفله بتلعب بس دماغها جوه شغاله. الحاجات دي كلها محسوسه، مش عارف اسميها. فاهمك. بس خلينا ناخد معانا تليفون. معانا تليفون.
طيب مين؟ أيوة. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ أيوة، ازيك يا رضوى؟ الحمد لله. عاملة إيه يا حبيبتي؟ كله تمام، مين؟ أنا والدة تانية. ماما يا حبيبة قلبي منورة الدنيا كلها. صحتك عاملة إيه يا بنتي؟ نورتينا يا حبيبتي، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. أنا مش عارفة أدخل لك عشان آدم صغير ومعايا، فمش عارفين ندخل لك. ولا يهمك، ولا يهمك. دي بقى يا رضوى عشان كده أنا بقول لك. طيب. خلي بالك أنا عندي نور أغلى من داليا. ليه يا حاجه بس؟ والله نور اغلى من ده. جوز بنت، لانه انسان محترم جدا جدا جدا، ولو لفيت الدنيا ما الاقي ربعه خالص. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، ربنا يسعدك يا رب. سرهم وسرك يا رب. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. هو فعلا في ساعه الحادثه في المستشفى كانوا بيفتكروها هي حماتي ومامته. وهو انا في المستشفى كنت في الرعايه، فهو داخله لي الرعايه، ده انا عرفت بعديها. فبقول لها يا مدام يا حاجه هتلاقي ابن حضرتك احنا مربطينه في السرير عشان ده مش مقتنع انه مات، يعني بيقوم وبيقطع في الاجهزه وبتاع. فقلت لهم هو اولا مش ابن بس ربطوه، يعني عملت لا كانت بتنام في السرير. فعلا كانوا بيفتكروها ان هي مامته يعني. وعندي حماتي على فكره طيبه جدا 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 يا رضوى. ست امينه والله طيبه جدا. السؤال الاخير. ايوه. من وجهة نظركم انتوا الاثنين، ايه الشيء اللي ممكن يكون عائق ما بين زوجين؟ التفاهم اللي يعني ايه اكتر حاجه بتبوظ الجوازه؟ اكتر حاجه بتبوظ الجوازه اولا الكذب ده صعب جدا. انا من وجهة نظرك. وانت التفاهم والوفاق في الدماغ، يبقى في حد يشد وحد يرخي في كده. ما في راجل على طول هو بيشد وانا برخي. لا 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 والله ابدا، والله على طول. ده يا شيخه بعت لنا رساله قال لنا فيها انه داليا اهم حاجه في حياتي. والله وهو يا رضوى وحياه ربنا هو اهم حاجه في حياتي. انا مش عايزه كده. انا حبيتكم جدا حبيبتي. ميرسي. انت نورتي الدنيا. انت اللي منوره والله. وانت نورت الدنيا. سلام يا رب. و ما فيش عائق غير هنا بالظبط. هنا ده بيبقى العائق. قصه حب جميله جدا كانت موجوده بين شاب لسه في مقتبل العمر، لسه مش مكون نفسه، معهوش فلوس، الدنيا مش الطف حاجه معاه على حدود معلوماتي، مع فتاه جميله ولكن مصابه بمرض شلل الاطفال. ولكن الحب، الاحترام لما دخل عمل اساس، والاساس ده عمل بيت، والبيت عمل ولاد، والحب والموده والرحمه موجوده. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. قمر للازواج السعيده وقصه ناجحه ان شاء الله تكمل على الف خير بالستر والرضا. حبيبتي. مشاهداتي عزيزات، هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع لموضوع مهم جدا جدا وضيفه عزيزه وغاليه جدا 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 على قلبي. استنوني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي عزيزات، مع الانشيم بتاعي في البرج، الانشيم بتاعنا في البرنامج عبير فؤاد منورانا. ميرسي. هابي فالنتاينز داي يا روحي. هابي فالنتاين ليكي. يلا بقى ندخل في الموضوع. حظ كل برج في الحب في 2020 يعني ايه؟ طيب شوفي، هو انا بشوف انه السنه دي هتكون كويسه قوي مع الابراج الهوائيه اللي هي الميزان والجوزاء والدلو، المفروض يعني ان شاء الله. فالمفروض يعني انا عايزه برضو اوضح موضوع في الحب. يعني ايه الحب ده؟ مش معناها انه لازم يدخل في حب جديد، يعني معناها انه ممكن اتنين متجوزين ممكن يكون كان بينهم خناقات، ممكن في السنه دي يكون في صلح او في اتفاق افضل على انهم يلاقوا صيغه كويسه يعرفوا يتفاهموا بيها. فالناس اللي عندها الحظ ده السنه دي هيكونوا برج الجوزاء والميزان والدلو، دول اكتر ناس عندهم الحكايه دي، انهم عندهم استعداد اكتر للتفاهم مع الطرف الاخر وعايزين يعيشوا في سلام. طيب. اوكي.
في بس فترة مش عطارد، هو حاليا عطارد. انا برضو عايزة اقول قبل ما نروح لفينوس اللي هيتراجع، عطارد حاليا بيتراجع. الفترة مش هو لسه هيبدأ يتراجع من فجر يوم 17، هو حاليا في برج الحوت، ده بيدي علاقات حلوة للأبراج المائية، لكن هيبدأ يتراجع. فده بيعمل لكل الأبراج من أول يوم 17 لغاية يوم 10 مارس فترة ممكن يكون فيها سوء تفاهم عموما في العلاقات، مش شرط في العلاقات العاطفية، فهو الحب ممكن يكون مع كل الناس يعني. فعشان كده بقول انه من اول 17 لغايه يوم 10 نحاول نكون لبقين، نحاول نكون صبورين ونحاول نتماسك يعني. حلو. في بقى فينوس هيتراجع، والفينوس ده مش بيتراجع غير اللي هو كوكب الحب، مش بيتراجع غير كل سنه ونص مره. هيبدا يتراجع من اول 13 مايو لغايه 25/6. ففي الفترة دي بيبقى وقت مناسب برضو لكل الأبراج إنهم يراجعوا نفسهم. لو حد غلطان يكون يعني، لو بيراجعوا نفسهم بصدق، الناس اللي هتحس إن هي غلطانة هيكون عندها استعداد أكتر إن هم يعترفوا بأخطائهم ويصلحوا علاقتهم بالطرف الآخر. أوكي؟ طيب نقول الأول بقى الناس اللي عندها أكتر حظ غير دول كمان، غير اللي قلناهم اللي هم الميزان والجوزاء والدلو. في كمان برج الحمل، اشوف ان عندهم هيكون حظ رائع، خصوصا انه المريخ هيدخل في برجه يوم 28/6 في برج الحمل، وهيقعد لغايه اخر السنه. في الفتره دي كمان هيكون عندهم طاقه عاطفيه اكتر، ويعرفوا يعني ده الحمل بقى، يعرفوا يقربوا اكتر من الطرف الاخر او شركاء الحياه. اوكي؟ لكن من اول الميزان اللي قلنا عندهم حظ حلو في الحب، ممكن من اول 28/6 يكون عندهم ميل شويه للخلافات مع شريك الحياه المتجوزين، يعني المتجوزين بس مش كل الناس. فمواليد الميزان بقول لهم حاولوا من اول 28/6 انكم تحاولوا تهدوا الدنيا شويه، الدنيا مع شركاء الحياه. حلو. اوكي، ناخدهم بقى بقيه الابراج كده. احنا كده قلنا اول ثلاثه الاكثر حظا، قلنا الجوزاء والميزان والدلو، يليهم الحمل. حمل هايل. الحمل كمان اشوف انه الاسد برضو من الناس اللي هيكون عندها حظ رائع في الحب. يعني انا بقول بقول الاول الناس اللي عندها حظ حلو في الحب. طب البني ادمين التانيين يعملوا ايه بقى؟ لا ان شاء الله هيبقى حلو برضه. اتفضلي اتفضلي. ان شاء الله. اتفضلي. طيب بس هقول نقول اللي مش عندهم بقى حظ وياخدوا بالهم. نبدا يعني يا ريت، لان دول هيبقوا المعذبين بقى اللي هيبعتوا لنا. اتفضلي. طيب اشوف ان برج القوس لازم ياخدوا بالهم قوي من اول يوم 3 ابريل لغايه يوم 7 اغسطس. في الفتره دي فينوس في مواجهه برجهم، فلازم يكونوا واخدين بالهم جدا، سواء بقى مرتبطين او متجوزين. في الفتره دي ممكن يكونوا بينفعلوا بسرعه، عندهم تمرد، فيحاولوا يهدوا اعصابهم عشان ما يدخلوش في صدام مع شركاء الحياه او مع الطرف الاخر. اوكي؟ ده القوس. كمان مواليد الحوت برضو ممكن يكون عندهم فترة فيها سوء تفاهم عاطفي مع الأحباب من أول برضو نفس الفترة اللي هي من أول قلنا إيه؟ من أول 3 إبريل لغاية نفس الفترة اللي هي من 3 إبريل لغاية 7 أغسطس. 7 أغسطس. أوكي. طيب. العذراء كمان. العذراء عندهم هم العذراء حاليا الحقيقة في مواجهتهم في كواكب كتير تخليهم عصبيين، عندهم مشاكل زوجية أو عندهم تمرد على الطرف الآخر، ده من دلوقتي بادئين. وكمان عطارد هيبدأ زي ما قلنا يتراجع من أول 17 في مواجهتهم، ده ممكن يزود. فبقول للعذراء حاولوا يعني تكونوا عاطفيا متماسكين جدا، رغم أن أنا قلت أنه العذراء عندهم حظ كويس، لكن الفترة دي ما هيش سهلة. كمان في الشغل ممكن يكون عندهم حظ أفضل، خصوصا من أول نص فبراير.
يعني احنا النهارده 14 بس يعني من اول 16 بالظبط المريخ هيدخل في وضع حلو فده يديهم في الشغل حظ يا رب. لكن عاطفيا يعني حاولوا يكونوا متماسكين اكتر وممكن المشاكل العاطفيه تزيد معاهم اكتر من اول برضو نفس الفتره اللي فينوس هيكون. يعني انا اخترت الفتره دي لان اللي هي من اول 4 ابريل لغايه او 3 ابريل لغايه 7 اغسطس. الفتره دي فينوس عشان فينوس هيقعد فتره طويله في الجوزاء ففي الفتره دي برضو هم معرضين جدا ان يكون في مشاكل فيحاولوا يهدوا اعصابهم. طيب الباقيين بقى يعني عندهم حسب انا اشوف مثلا التور مثلا التور نبدا بقى ناخد الترتيب اللي ما قلناهمش. يلا التور عندهم حظ كويس قوي. المشتري عندهم في منزل الحظ فده بيديهم حظ على كل الاصعده. ففي الحب اشوف ان عندهم ان شاء الله حظ رائع يا رب. بس ياخدوا بالهم من اول 28/6 يعملوا كل حاجه في سريه وكتمان. يعني علاقتهم حلوه بشريك الحياه او بالاحباب يعني مش لازم يفضلوا يقولوا ان احنا حلوين ومبسوطين. اوكي ده علشان ما يتكتير. ده بالنسبه لبرج التور. كمان اقول للتور انه اللي مش مرتبطين ممكن يكون عندهم ارتباط حلو قوي من اول 5 مارس. فينوس هتدخل في برج التور من اول 5 مارس فده هيديهم ان شاء الله حظ كويس قوي ان شاء الله. ده بالنسبه لبرج التور. السرطان كمان بشوف انهم ممكن يبقى عندهم يعني حظ في بعض الاوقات يعني عشان بس ما اديهمش امل كبير. وكتير من السرطان زعلانين مني السنه دي عشان انا قلت انه يعني لازم ياخدوا بالهم في كل حاجه. في كواكب في مواجهه برجهم برج السرطان فالمتجوزين عرضه جدا انه يكون في خلافات زوجيه. كمان حاليا فينوس في وضع معاكس برضو بتعمل لهم لو مرتبطين او متجوزين في الحالتين هيكون عندهم سوء تفاهم فياخدوا بالهم قوي الفتره دي. ماشي اوكي لكن يعني اشوف انه من اول 7 اغسطس ممكن يكون عندهم فتره كويسه قوي لغايه 6 سبتمبر يعني شهر اللي انا يعني اقدر اقول لهم ان ده هيكون كويس. لا ده اللي حلو ده بس اللي حلو ده اللي وبقيت حلو. السنه هم ما انا بقول ان هم بادئ من دلوقتي حتى يعني ان فينوس معاكس وكده بس يعني اللي هيكون كويس قوي بالنسبه لهم الفتره اللي فينوس فيها في برجهم هتكون من اول زي ما قلنا 6 اغسطس لغايه 6 سبتمبر. بس برضو يعني ممكن نقول ان في فتره كويسه اللي مش مرتبطين ممكن تتحول عندهم علاقه صداقه من اول 5 مارس لغايه 3 ابريل ويقفوا بقى. ده اللي يعني ممكن بقى يرتبطوا يعني علاقه صداقه تتحول. انا هخش 5 مارس اطلع مش عارفه كام 3 ابريل بس خلاص هي كفايه ماما 28 يوم عليهم كفايه. هم بقى يتماسكوا من اول 3 ابريل. الله ايه العلاقه اللذيذه دي. ده انا مش هلحق اعطس يعني اعطس حد يقول لي حمكم الله همشي خلاص كده العلاقه خلصت. طيب احنا كده نسينا برج ايه؟ في العقرب. عقرب العقرب بقى انا اشوف ان هم عندهم علاقات اجتماعيه حلوه جدا ممكن من خلال علاقات اجتماعيه تتحول علاقه الحب. ده اللي مش مرتبطين لكن اللي متجوزين عندهم اورانوس في مواجهه برجهم فلازم يكونوا برضو لبقين. ومع ذلك انا بشوف ان وجود المشتري في وضع داعم ده بيساعدهم حتى لو جواهم شويه تمرد لكن هيختاروا في النهايه الاستقرار. ده بالنسبه للعقرب. حلو فاضل الجدي. الجدي احنا قلنا كده كله فاضل الجدي. الجدي انا بشوف ان المشتري عندهم بيديهم حظ رائع. كمان زحل هيخرج من برجهم شويه من 23 من اول 23 مارس او 22 مارس لغايه اول 7 فدي فتره كويسه قوي ممكن يقضوا فيها اوقات حلوه عاطفيا. يعني هما بس حاليا بس يحاولوا يعملوا في سريه وكتمان. لكن انا بشوف كمان المريخ لما هيدخل في برجهم يوم 16 اللي هو بعد بكره هيديهم طاقه عاطفيه اكتر وجاذبيه يعني يعرفوا يجذبوا ليهم الجنس الاخر اكتر ان شاء الله. جذبوا بقى كده وهدا. طيب احنا كده خلصنا الابراج والحب. طيب
سؤال أخير. أوكي. ملوش علاقة خالص بالأبراج والحب. طيب. لكن السؤال ده في ناس كتير قوي بتسألهن لما إحنا بنعمل لك شير للفيديوهات بتاعتك وكده. فأنا قريت التعليق ده كتير قوي. إيه علاقة الأبراج بينا؟ لا دي قصة طويلة. طيب هقول. محتاجة حلقة ولا إيه؟ لا هحاول هقول ألخص بسرعة. في حاجة اسمها خاصية المد والجزر. أنا هتكلم بطريقة علمية يعني عشان حتى يبقى الرد مقنع. وهو إيه علاقة كتير وليهم حق يسألوا ليه علاقة إيه علاقة السماء باللي بيجري على الأرض؟ هي في أجوبة كتير بس أنا بشوف إن الرد العلمي ده أهم رد فيهم. إنه هو في حاجة اسمها خاصية المد والجزر. المد والجزر ده إحنا بنشوفه في المية بس المد والجزر بيحصل على كل نقطة على الأرض. والمد والجزر معناها إحنا بنشوف الأرض موجودة فين بالنسبة للشمس وبالنسبة للقمر. حسب وضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر بيحصل مد أو بيحصل جزر. أوكي؟ طبعا الناس ما بتبقاش عارفة إن اللي هي شايفاه في المية ده بسبب الشمس والقمر. يعني اللي بيجرى اللي احنا بنشوفه في المية ده بيبقى بسبب وجود فين الأرض بالنسبة للشمس وبالنسبة للقمر. يعني ده معناها إنه وضع الأرض بالنسبة للكواكب بيأثر علينا. وبما إن جسم الإنسان تلات أرباعه مية فبنتأثر جدا بوضع الشمس والقمر بالنسبة لنا. نورت يا قمر. نورت يا قمر يا شمس الشموسه. كل سنه وانت طيب. ما لحقتش اقعد معاكي النهارده والله يا بنتي معلش كان عندنا مبادره. ايوه انا واخده بالي. المره الجايه بقى هجيبك كده ايه ونقعد كده نص ساعه نقعد نرغي لان الموضوع لذيذ كده. كل سنه وانت طيبه ونورتي. وانت طيبه ميرسي. ما لحقناش نتكلم. احنا ما لحقناش نتكلم بقالي ساعتين وشويه على الهواء وحاسه ان ما لسه الحلقه ده كان لسه في عندنا حاجات بس خلاص بقى ان شاء الله ربنا كريم. كل سنه وانت طيبه. كل سنة وانتي سعيدة. كل ساعة وانتي في حب واطمئنان ورضا وانبساط. المبادرة بتاعت النهاردة تكمل مسيرة برنامج هي وبس. عايزة اشكر فنانة لطيفة نورتي الدنيا واشكرك. ولكن مبادرة النهاردة انا لسه بقول عليها ان احنا بتكمل الطريق. يعني لسه في باقي طريق. لسه عندنا كتير قوي هنقدمه. لسه في ايد هتتمدلك لحد ما يطول العمر واموت او يقفلوا البرنامج ويقولوا خلاص كده مع السلامه امشي. كل سنه وانتي طيبه. بكره الساعه 6 وهي وبس.